Şimdi de Elbap 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin konuğu oluyoruz. Yanımızda da Başkan Sayın Omar Alvaki yer almakta. Omar Bey, sizi tanıyabilir miyiz? İsmi Omar Alvaki, Elbap Organize Sanayi Bölgesi Başkanıyım. Omar Bey, bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? في شباط 2018 تم وضع حجر الأساس في المدينة الصناعية الأولى في مدينة الباب وذلك لرغبتنا في دعم الاستقرار في المنطقة وجذب المستثمرين في للشمال السوري وللحد من البطالة بعد الحرب وبعد تدمير أغلب المصانع والبنى التحتية قمنا بتأسيس المدينة الصناعية للحد من البطالة ولجذب المستثمرين إلى مناطق الشمال السوري. Peki Omar Bey, organize sanayi bölgeniz kaç metrekare üzerine kuruldu ve biten kaç adet iş yeri var? تبلغ مساحة المدينة الصناعية 561 ألف متر مربع وتقسم إلى قسمين قسم المنطقة الحرفية تم تجهيز المكان لإنشاء 340 محل حرفي بمساحة 110 متر مربع وأيضا تم تجهيز المكان أو تقسيم الأرض إلى 230 مصنع بمساحات مختلفة ب 1100 متر 1500 متر و 2000 متر العدد الأقسام أو المصانع 230 مصنع في 2020 تم تجهيز فتح الطرقات وتجهيزها وتجهيز شبكة الكهرباء اللازمة لخدمة الصناعيين وأيضا تم بناء قرابة 40 مصنع وتجهيزها للعمل في 2021 وفي 2022 يتم الآن بناء أكثر من 50 مصنع وأكثر من 200 محل حرفي بمساحة 100 متر. Peki Sayın Başkan, şu anda yatırımcılara ne tür hizmetler veriyorsunuz? Eleman bulmakta güçlük çekiyorlar mı ve onlar için güvenli bir yer mi? بالنسبة للتسهيلات اللي عم نقدمها حاليا وجود شركات شحن لتصدير المنتجات إلى كافة أنحاء العالم أيضا إمكانية خروج ودخول المستثمرين بشكل آمن وسلس من المعابر الحدودية القريبة من المنطقة توفر اليد العاملة ذات الحرفية وبأسعار تقريبا بربع أجرة العامل مقارنة مع الدول المجاورة أيضا العمال والحرفيين المتواجدين بالمنطقة هم أصحاب خبرات أغلبهم كانوا في المدينة الصناعية في حلب بعد الحرب لجأوا إلى مناطقنا المنطقة آمنة بشكل عام لا يوجد أي مشاكل في المنطقة أيضا المدينة الصناعية مجهزة بكاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة ويوجد فيها حراسة أيضا على مدار 24 ساعة Omar Bey, nerelere ithalat ve ihracat yapılıyor ve bunun ekonomiye katkısı nedir? يتم تصدير المنتجات إلى كافة أنحاء العالم ترانزيت عبر تركيا وأهم هذه المناطق هي الدول العربية المجاورة وأفريقيا وأوروبا والبعض منها يذهب إلى حتى أمريكا لها تصدير هذه المنتجات لها أثر كبير على اقتصاد المنطقة إذ ترفع من مستوى دخل الفرد وأيضا يتم إدخال القطع الأجنبي للمنطقة. Bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. العفو نحن متشكركم انه جيتوا اهتميتوا بمناطقنا وكان لكم نظرة على الشمال السوري.